قررت انت تبتدي تتمرن في البيت، عاوز تخسر اكبر كميه دهون، فعملت سيرش على النت ولقيت اكتر حاجه قدامك تمارين التباتا لخساره 10 كيلو دهون، لخساره 20، لخساره 30 كيلو دهون، وبدات تتمرن وخسيت. احب ابشرك، انت ما خسيتش دهون، تمارين التباتا مش لخساره الدهون. يلا نبدا. اهلا بيكم في حلقه جديده ومعاكم كابتن اوكا، والنهارده هنبتدي نتكلم على اكتر موضوع هتخشوا تتخانقوا معايا واتخانق معاكم فيه، وهو تمارين التباتا مش لخساره الدهون. بس قبل ما اتكلم عنها ونتخانق مع بعض، احب افكرك ان انت عم تعمل حلقه لايك، لو مش مشترك يبقى تشترك الاول وتفعل زر الجرس عشان توصل بيت الحلقات. يلا بينا نبدا تمارين التباتا. اول حاجه، تعريف تمارين التباتا هي ايه؟ هي هاي انتنسيتي كارديو تريننج، تمارين الكارديو او التمارين الهوائيه ذو شده عاليه. خلاص، هو المنطلق بتاع اللي متابعني عرف ان دي مش بتاعه دهون. ليه؟ لان احنا اتكلمنا قبل كده في حلقه ازاي تخسر دهون عن طريق الكارديو ما تخسرش عضلات، وكان التارجت بتاعنا في قلب الحلقه دي ان انا الريزيستنس بتاعتي ما تعليش الهارت ريت او ضربات قلبي عن ال 70-75%. كل تمارين التباتا تشتغل من اول 85-90% ل 100%، فبتبتدي ساعتها تحرق حاجه اسمها جلايكوجين، وده بيبقى التخزين بتاعه في قلب العضلات والكبد. بس وانا بتمرن بيخسر من العضلات، ما يقدرش يخسر من الكبد، وخسرته الثانيه ميه. فبص تلاقي كل الناس اللي بتبتدي تتمرن بتخسر فعلا وزن، بس بتخسر عضلات وميه، ما بتخسرش دهون. وبالذات ان كل اللي بيعمل سيرش على الحاجات دي على التبات عشان يبتدي يتمرنها هو اوفر ويت. الراجل عنده 20% عنده 25% دهون، 30% دهون، 5. اللي عنده 20% بيتمرن تبات دول يتعدوا على الصوابع. فدايما تبص ليه اصلا هو راجل هيف ويت، ضربات قلبه عاليه اوتوماتيك عشان هو مش رياضي. تبص ليه اول ما يبتدي يعمل الستارت اب بتاع تمارين التبات وصل ل 95% و100%، فهو اوتوماتيك كده بالورقه والقلم وبالنتائج ما بيخسرش دهون، بيخسر عضلات. هتيجي تقول لي طب اعرف ازاي؟ المقياس ما بيني وما بينك حاجه اسمها ان بادي. هتبتدي تعمل ان بادي قبل التمارين دي وان بادي بعد التمارين دي اسبوعين ثلاثه، وشوف نسبه الخساره هتلاقي ايه. هتلاقي الاكثر في المصل والميه والدهون قليل. قليل يعني بتحرق دهون؟ اكيد بتحرق دهون. بص، ما فيش حاجه بتحرق بيور او 100% من الحاجه دي، بيبقى فيها مرحلتين بس، دايما المرحله الاكثر او الاكبر او الاشمل هي اللي بنقول عليها. هشبهها لك في حاجه سهله. انا عندي حته لحمه، حته اللحمه دي بيقول عليها ايه؟ بروتين. طب هي اللحمه دي عباره عن بروتين بس؟ لا، هي بروتين وكارب وفات، بس اعلى نسبه فيهم بروتين، فبنقول على اللحمه دي بروتين. هي نفس الكلام، انت هتبتدي تعمل التمارين دي فهتخسر 20% فات او 30% كحد اقصى، حد اقصى 30% فات و70% عضلات وميه. ويا الميه على فكره متخزنه في قلب العضله، فهي بتخسر برضه عضله. يعني هتلاقي الشيب بتاعك عمال بيقع والعضلات عماله تقع، وهتجرب وهتطلع على الجهاز هتلاقيها بتقع. ما ينفعش. طب امتى اقول لك تبتدي تعمل التمارين التباتا دي؟ عاوز تعملها عشان تعلي الليفل بتاع الكارديو بتاعك، او الليفل الكارديو كابيستي، او السعه الرئويه بتاعتك والسعه الحيويه بتاعتك، واحسن من القلب بتاعي، انا موافق. لكن عاوز تعملها كخساره دهون في حاله واحده، ان انت تكون اصلا 10-15-13-14-16% دهون، فانت ما عندكش لود على قلبك، وممكن التمارين بتاعتك ما تعديش ال 80% عشان انت الليفل بتاعك عالي والدهون عندك قليله. ساعتها اقول لك دي تنفعك جدا في التنشيف، حلو قوي. تاني مشكله عندي في قلب التباتا للناس الهيفي ويت، مفاصل. انت راجل هيفي ويت وبتتجنب ويروح يمين وتروح شمال وهوب هوب هوب هوب، غضروف ما تقوليش فين، غضروف قطني، غضروف في الركبه، غضروف عنقي، يعني انت غضروف في رقبتك وانت بتتنطط. اه ممكن انت هيفي ويت، تباتا مش بتاعت خساره دهون، بس الناس بتحب تعمل بيها شغل. للاسف الناس بتحب التاجر، اكتر فيديو يجيب مشاهدات هو الفيديو الناجح، وللاسف دي حاجه غلط. التباتا بتخسر وزن كتير جدا لانها بتخليك تخسر ميه وعضلات رهيب. ينفع تشتغل فيها امتى؟ في الديفينيشن مش في الويت لوس. الديفينيشن دي الناس اللي هي الماسكلر او الناس العضليه اللي عليها نسبة شحوم ضعيفة، أو عاوز يبتدي يبرز العروق بتاعته ويبتدي يشد الجلد جامد قوي. يعني راجل ماسكلر عضلي، راجل رياضي، صعب ان هو يوصل ل 100% بتمارين التباتا. لكن انت راجل قاعد في البيت وبتاكل محشي وتنام وتقول لي هلعب تباتا عشان خاطر تخسسني، انت هتجيب نفس الغضروف. هو اول حاجة انت هتعملها
هتتمرن يوم اتنين ركبك وظهرك هيوجعك، هتقعد تقول لي كابتن ده 180 بتاعته وجعتني فعلا، بس انا اللي ضعيف. لا، هو مش 100 ومش انت اللي ضعيف، هو اداك مستوى اعلى منك عشان يعجزك، عشان تقول عليه ده كابتن مفيش منه اتنين. لا، هو للاسف كده غلط. طب انت عاوز تبتدي تتمرن، هتبتدي تتمرن تمارين من لو لمودريت انتنستي، يعني تمارين من ضعيفه لمتوسطه الشده حسب نسبه السمنه بتاعتك. وانا قلتها قبل كده في الحلقه بتاعت الكارديو، ازاي ان انت تستعمل الكارديو عشان تكسر بيض وما تخسرش عضل. لازم ابقى من 50% ل 70%. يا عم اعمل 50%، انت راجل ضعيف جدا، اشتغل 50%، اشتغل 50% دي ماشي يا عم، مش كل يوم والله لا تخس، بس حسب نسبه الدهون. ما تجيبش واحد عنده دهون 16% واقول له امشي هتخس، ده انت لو مشيت سنه ما هتخس حاجه، لان اصلا انت ما وصلتش اصلا ل 50-60%. انت راجل مع نسبه دهون عندك قليله والضربات قلبك بتطلع بسيط جدا فما بتخسش. الناس الهيفي ويت تباتا ممنوع، ممنوع. تباتا دي بتاعت الناس الرياضيه الشديده، تباتا للناس البروفيشنال. عاوز تلعب من لو لمودريت، انت اللي بتتحكم وتزود الريست في النص عشان ضربات قلبك ما تزيدش. ممكن تعمل كارديو تريننج في البيت عادي جامبات وبرده تخش في المية في المية. هتعمل جامبات وعاوز تعمل تمرين ورا بعض تاخد ريست في النص، هتلحم في بعض هتخسر وزن كتير، هيحصل لك ترهلات في الجلد، هيحصل لك خطوط بيضاء وحمراء عشان خسرت ميه كتير. ففي نفس الوقت هترجع بعد رقعه تعيط تقول لي يا كابتن انا عاوز علاج للترهلات والخطوط البيضاء والحمراء، واقول لك انت السبب عشان فقدت ميه كتير فالجلد بدا يحصل له جفاف، فبرضه اصابه تانية. انزل براحتك، انزل بالراحه عشان ما يحصلش ستريتش ماركس ولا يبتدي يحصل لي ترهلات. ستريتش ماركس اللي هي الخطوط البيضاء او الخطوط الحمراء، وانا كلمت عليها في حلقه مفصله مش هعيد عنها كلام تاني. ابتدي اتمرن تمرين في البيت كارديو وسط خفيف، ما تزيدش في الكارديو بتاعك. اي حاجه هاي انتنستي ذو شده عاليه ممنوع. اي كابتن يتفزلك عليك يقول لك تعالى ويمسكك يدمرك ويبتدي يلعبك تمارين عاليه جدا وتطلع منها تعبان، اعرف ان الكابتن ده بلح، الكابتن ده عاوز يموتك عشان تقول عليه احلى كابتن في الدين. انت عندك دهون عاوز تخسر دهون، ما تعديش المستوى بتاعك المودريت او ال 50 ل 70 75% كحد اقصى. انت تروح تقول للكابتن لا شد عليا عشان عاوز انزل بسرعه، استحمل، لان في كابتن خلقها ضيق فهتبتدي تطوعك وتعمل اللي انت عاوزه عشان تريحك، بس اللي انت عاوزه ده غلط. ما تعديش ال 75% مهما كان بقى، ما تعديش. انت عاوز تحرق دهون يعني تحرق فاتي اسيد، الفاتي اسيد ما يعديش 75%، مفيش نقاش. لو شفت حلقه النهارده بالله عليك ما تتخانق معايا ولا تشتمني، لان الكلام ده مفيهوش نقاش، ده 1+1=2. حتى لو انت خسرت كتير فانت خسرت ميه وعضلات ما خسرتش دهون. لو عجبتك حلقه النهارده ما تخسرش فين تعمل لي لايك، لو مش مشترك في القناه تشترك الاول، فعل زر الجرس عشان توصل بقيه الحلقات، واكيد مش هتستخسر فين تعمل شير لاصحابك عشان توصلهم برضه هي نفس الحلقات. لو عندك اي استفسار سيبه لي في الكومنتات ارد عليه على قد ما اقدر. أنا معكم كابتن أوكي.